السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم أنا الأستاذ أحمد الطيب في حصتي تدريبا على تحليل التحليل الأدبي عذرا إذا على التحليل الأدبي موجه للتلاميذ السنة الثالثة آداب تتنزل ضمن دراسة محور مسرحية مراد الثالث للحبيب بولارس. طبعا نشرع بقراءة النص ومن ثم نقرأ الأسئلة، وإذا سأخصص بعض النصائح المنهجية في كيفية تحليل النص المسرحي وبنية التحليل الأدبي بصفة عامة. نشرع بقراءة النص. إذا يسمع خارج القاعة أو يسمع خارج القاعة صراخ امرأة. تلاحظون أن النص قد افتتح بإشارة الركحية، هذا الذي وضع بين معقوفين هو إشارة ركحية. وقد درسنا في القسم إذا أن العمل المسرحي هو تكامل بين الحوار والإشارة الركحية، الحوار باعتباره نقلا للأقوال والإشارة الركحية باعتبارها نقلا للأفعال والأحوال. أين هو؟ وعند الباب يلتقي مراد بابنة عمه وهي مهاجمة له في حركة جنون، فيرجع مراد متقهقرا وتتبعه أمينة صارخة ويجمد الباقون في مواقفهم. أمينة: أتضحك يا مراد والدموع في عيني سواكب؟ أتضحك يا مراد والحرقة تذيب كياني للشقاء؟ أتضحك والزمان سلمني بسيفك للشقاء؟ أتضحك وأروقة القصر ترجع أصداء اللوعة والأسى؟ أتضحك وتسعد وتزهو أنت وأشقى أنا؟ تلاحظون أن مداخلة أمينة إذن هيمن عليها الإنشاء الطلبي وتحديدا أسلوب الاستفهام، وهذا الإنشاء الطلبي كشف لنا صورة أمينة، صورة المرأة الحائرة المتألمة التي تعاني مأساة. مراد: أمينة، أمينة، اسمعيني. لو أردنا أن نقارن بين مداخلة أمينة ومداخلة مراد ومقارنتها بالنصوص التي شرحناها في القسم، لوجدنا أن أمينة هي المهيمنة على الحوار، في حين أن مراد إذن مداخلته بدت مقتضبة، وفي هذا غاية أو لهذا دلالة مهمة من دلالات طبعا تحول شخصية مراد من شخصية فاعلة إلى شخصية إذن بدأت تتلاشى قيمتها وبدأت تسير نحو ماذا؟ نحو نهايتها التراجيدية المأساوية. أمينة: لا يا مراد، دم الزوج الذي هرقته اليوم سوف يلوث أو سيلوث وجهك البشع أبدا، فقد كان قلب زوجي ينبض بالحياة التي تخشاها أنت ونحبها، وروحه اليوم تستصرخ الحق الذي أبيته وتستجير بالله لينزل بك الويل. أين بنو مراد لينزلوا الويل بالظالم سفاك الدماء؟ أين رجال الدولة ليقتلوا عدو الحياة؟ لاحظوا هنا، إذن الحوار كشف لنا عن مأساة، كشف لنا عن معاناة أمينة، وكذلك كشف لنا صورة مراد، صورة مراد المجرم، صورة مراد عدو الحياة، صورة مراد الذي أضحى محاطا بالأعداء، ومن بينهم طبعا أمينة ابنة عمه، ومراد السفاح المجرم الذي مضى بسيفه في من؟ في المذنب والبريء، في البعيد وفي القريب، ومنهم إذن زوج ابنتي عمه أمينة. مراد: أمينة، لوعتك مشروعة ولكنك لم تفهم السبب. إذن مراد يحاول إيجاد أو تبرير لسبب قتله. تنفر منه، لاحظوا الإشارة الركحية إذن دلت على حركة. دعني، اتركني ودموعي ولا تفسد علي لوعتي بالإشفاق. دعني ولا تسلب مني حق البكاء والرثاء. إني ألم شتاتي وأحزم نقمتي حتى أرى فيك عدو سعادتي. لاحظوا مداخلة أمينة إذن مراوحة بين الإنشاء والخبر، بيّنت لنا إذن حالة اللوعة، الحالة النفسية التي تعيشها أمينة. مراد يمسك بذراعيها ويضطرها للجلوس لتهدئتها، فتجلس وتسترسل في مناجاتها. ابكي ابكي، أو عذرا، ويسترسل في مناجاتها. ابكي ابكي إن شئت. أمينة: حملت بنا أرض الشقاء وهيأتنا للبلاد.
دفعت بنا نحو الظلام السائد في عهدك، كتبت لنا نحن الأسى إرثا محبسا بين الورى، قذفت بك كي تهرق من سيفك الأعمى الدماء، جمعت لك كل الخطايا وأفردتك حاملا في ربوعنا غدر الأفاعي ورحيق سم العقرب، متجبر قاسي الفؤاد، معرض عن فرحة العيش الطروب وعزة الحب النقي. لاحظوا من خلال مداخلتي أمينة إذن ترسم لنا أو ترتسم لنا صورة مراد، مراد الرجل، مراد الرجل إذن الكاره للحياة، العدو للحياة، القاسي المجرم والمذنب. مراد لا يتمالك من الانفعال، فيضجر ويقصد إلى الباب مسرعا ووراءه سعد وعلي، وعندئذ تقفز أمينة مخاطبة في غضب مراد ولاحقة به. لاحظوا أن الإشارة الركحية ماذا فعلت؟ بيّنت لنا الحركات الأفعال، وكذلك بيّنت لنا إذا حالة الشخصيات النفسية، وهذا طبعا ما يعجز الحوار عن نقله. عش يا مراد لتشهد البغي الذي أسرفت فيه، يستنزف منك الحياة ويسرف. أما أنا فلسوف أبقى حية أو ميتة برهان حق قائما في وجهك. تخرج بدورها وتعالي النحيب خارج القاعة، الحنفي وحمودة ينظران بعضهما لبعض ثم يهزان كتفيهما ويلحقان بمراد. حسين وإبراهيم يتناظران في صمت، ثم يخرج حسين مسرعا، ويبقى إبراهيم إذن في ضمنيا، يعني هنالك مسألة معينة تحاك. واضح؟ إذن الحبيب والعريس مراد الثالث، طبعا الرابعة صفحة سنة 2007 عذرا، القسم الثاني، المنظر الثالث، الموقف الثالث، الصفحات 68 و69. إذا تلاحظون أن هذا النص تكثفت فيه الإشارات الركحية، لعبت دورا مهما في تنمية العمل الدرامي، كذلك حوار ثنائي بين مراد وأمينة تواترت فيه الأساليب وتنوعت وتعددت القضايا المطروحة. المطلوب حلل النص تحليلا أدبيا مسترسلا مستعينا بالأسئلة التالية. 1- استجلي دلالات الإشارات الركحية ووظائفها في النص. إذا سوف نبين إذا دلالات الإشارات الركحية ووظائفها في النص، هذا تحليل. 2- تبين كيف تشكلت صورة أمينة ومراد في هذا الجزء من المسرحية محددا دلالات ذلك. إذا كيف تشكلت صورة أمينة ومراد ودلالات ذلك؟ طبعا للإجابة عن هذا السؤال أو هذا أو حتى هذا علينا أن ننطلق من المبنى وصولا إلى المعنى فالمقصد، وندرس الأساليب اللغوية المستعملة، ندرس الحوار، ندرس الإشارة الركحية، وبعدها إذا نصل إلى المعنى وعلينا أن نحاول الانفتاح على الدلالات بمثلا لعل كذا يقصد. حاول أن تحاول إذا التعبير عن مقاصد النص ودلالاته. السؤال الثالث، في النص صراعان أحدهما واضح والآخر خفي، بينهما كاشفا دورهما في تنامي الفعل الدرامي. السؤال الأخير وهو عبارة عن سؤال إبداء الرأي، إلى أي مدى كان مراد الثالث حاكما عادلا مدافعا عن الحق انطلاقا من هذا النص وانفتاح على بقية النصوص طبعا. إذا تلاحظون أن هذا المطلوب إذا لم يرد فيه تقسيم النص، عليك أن تقسم النص حتى وإن لم يطلب منك ذلك. أذكركم إذا بمنهجية التحليل الأدبي كالتالي. إذا عليك أن تنطلق كما قلنا من السؤال كيف قال، أي الأسلوب المبنى، ثم إلى المعنى ماذا قال، وبعدها المقاصد والدلالات لماذا قال ذلك أو لماذا استعمل ذلك الأسلوب. أمر إلى إذن كما قلنا بنية التحليل الأدبي. يبنى التحليل الأدبي وفق التمشي التالي. أولا المقدمة. المقدمة تبنى على إذن ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو التمهيد، وهو بمثابة التأطير العام للموضوع، يماثل المقدمة العامة في المقال الأدبي، ويجب أن يتجنب فيه التأريخ والأحكام الانطباعية والأحكام المسبقة. بعد أن تمهد إذن إلى عملك
بعد أن تصوغ مقدمة عامة أو ما سميناه بتمهيد، يكون ملائما ومناسبا للانتقال إلى ماذا؟ إلى المرحلة الثانية، وهي التقديم المادي والمعنوي للنص. التقديم المادي للنص وهو تقديم النص بذكر نوعه، نحن إذا النص مسرحي مثلا، ومصدره وصاحبه وضع. ثم التقديم المعنوي وهو صياغة الموضوع للنص. وينبغي أن يكون هنالك حسن انتقال وحسن ربط وحسن إذن تعبير في كل مرحلة من هذه المراحل. مثلا يمكن أن نقدم أو نمهد لهذا المحور بماذا؟ يمكن أن نمهد بأهمية المسرح في طرح قضايا العصر، هذه قضية من القضايا مثلا، أو أن المسرح هو نتاج تلاقح حضاري بين العرب وبقية الحضارات، كذلك يمكن أن نفعل ذلك. أو يمكن أن نمهد بمسألة كون المسرح إذن إبداع فني يشمل ماذا؟ أو يجمع بين التجسيد الركحي والملامح، أو التجسيد الكتابة المسرحية والتجسيد الركحي. هذا يمكن أن ننطلق منه، وفي هذا السياق نشرح نصا مسرحيا للكاتب التونسي لحبيب بولعراس انتخب من مسرحيته مراد الثالث من كذا وكذا وكذا، وفيه عبارة حول انتقال يعني من عنصر إلى عنصر بسلاسة، وفيه يطرح وفيه عبر أو وقد عبر فيه الكاتب عن كذا وكذا وضح. بعدها تطرح الإشكاليات. من أين أحضر الإشكاليات؟ الإشكاليات هي تلك الأسئلة المرافقة للنص تحاول إعادة صياغتها. طبعا نحذر من طرح إشكالية حول التقسيم، لا نطرح إشكالية حول التقسيم. هنا سيسأل البعض يقول أين التقسيم؟ أن بعض الأساتذة إذن يعتبرون التقسيم مرحلة من مراحل المقدمة، لكن المتفق عليه الآن هو أن التقسيم جزء من أجزاء الجوهري، وهو مدخل الجوهري. تقسيم النص إلى مقاطعه إذن في بداية الجوهري، مع ضرورة الإشارة إلى معيار التقسيم. لماذا انتقل التقسيم من المقدمة إلى بداية الجوهر؟ معظم التلاميذ يقولون أنهم يعجزون عن البداية، وصحيح أن كل الأشياء بدايتها صعبة، لذلك تخير إذن أو فضل بداية الجوهري بالتقسيم. التقسيم يمكن أن يرد سؤال حول التقسيم وضبط معيار محدد، أو كذلك يمكن أن لا يرد هذا السؤال وأنت مطالب بتحليل النص، إذن بتقسيم النص عذرا تقسيما حسب معيار مضبوط. بعد ذلك بعد أن تقسم نصك تشرع في التحليل. عندما نقول تحليل نقول إجابة عن الإشكاليات المطروحة معتمدا التمشي التالي: طرحت إشكاليتين تجيب عن إشكاليتين، طرحت ثلاث تجيب عن ثلاث، وهكذا دواليك. لا تطرح إشكالية ولا تجيب عنها ولا تجيب عن شيء لم تسأل عنه، واضح؟ فالتحليل هو إجابة عن الأسئلة التي تعاقدت مع المصحح عليها. كيف أجيب عن تلك الإشكاليات؟ من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية ضمنيا، وهي: كيف قال؟ أي أتحدث عن الأسلوب المبنى. ماذا قال؟ أتحدث عن المعنى أو المضمون. ولماذا قال؟ أتحدث عن المقصد أو الدلالة. إذن بعد أن تجيب عن كل إشكالية عليك أن تقوم بتأليف جزئي لكل عنصر من العناصر. بعد ذلك إذن بعد قيامك بتأليف جزئي عليك أن تقوم بالتقويم الداخلي والخارجي. إذن التأليف هنا هو مرحلة بعد التقويم. التقويم الداخلي والخارجي، أي إبداء الرأي في بعض مباني النص ومعانيه، أو مقارنة النص مع نص آخر لنفس الشاعر أو الكاتب أو غيرها، واضح؟ بعد أن تقوم بالتقويم الداخلي والتقويم الخارجي، يعني هو عبارة على إبداء رأي في النص في مبناه وفي مضمونه، فإنك تقوم بالتأليف الكلي. التأليف الكلي هو يرد بعد مرحلة التقويم الداخلي والتقويم الخارجي. التأليف الكلي هو جمع أهم الأفكار التي وردت في التحليل، أو هو عبارة عن جمع لتأليف الجزئية. بعد أن تقوم بالتأليف الكلي تأتي الخاتمة، وفيها خاتمة خاصة تنطلق من النص، ثم انفتاح على بقية النصوص، وبعدها فتح آفاق بطرح سؤال إذن لم
تتم الإجابة عنه. مثلا يمكن أن نطرح: فكيف كان مصير مراد؟ أو ماذا كان مصير مراد الثالث؟ نقطة استفهام. أو مثلا إن كان النص في خاتمة العمل المسرحي بقتل مراد بعد أن مات مراد، ماذا أقول؟ إذا سأقول: فهل كان تاريخ تونس بعد مراد تاريخا مشرقا؟ تخلصت أو انعدمت فيه الفتن والحروب؟ نقطة استفهام. وهكذا إذا طرحت سؤالا تفتح به آفاق بحث لموضوع جديد. طبعا هذه المنهجية لا يمكن أن نكتسبها إلا بعملية التطبيق. لديكم النص، إذا حاولوا تطبيق المنهجية، ومن يرغب في مساعدة فليكتب التعليق أسفل هذا الفيديو وسأحاول الإجابة عنه بإذن الله. شكرا لكم، بالتوفيق والنجاح للجميع، إلى اللقاء.